وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فاشهدوا يا معشر الحاضرين أني قد زوجت عمر علي حسن أحمد البشير لمخطوبته البكر البالغ إسراء طارق النيل محمد، على ما شرع ربنا جل جلاله في كتابه وما سن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله خير الشاهدين. قبلت ورضيت. قبلت ورضيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما ذرية صالحة وعيشة راضية وخيرا كثيرا، وبارك لهما فيما آتيتهما وقنعهما بما رزقتهما. اللهم ارزقهما صلاح الذرية وسعادة الحياة الزوجية، واصرف عنهما شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم زوج شباب المسلمين أجمعين، وارزق بناتنا أزواجا صالحين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال.